نفى المتحدث باسم وزارة الصحة سيف البدر تسجيل أي حالة إصابة بمتحور أوميكرون، وفي تصريح ليو تي في دعا المواطنين من كبار السن والمرضى ممن مضى 6 أشهر على تلقيهم الجرعة الثانية من لقاح كورونا إلى الإسراع بأخذ الجرعة الثالثة. اللي مر على تلقيهم الجرعة الثانية من فئات الاختطار مدة 6 أشهر وهم كبار السن، يعني أعمارهم أكثر من 60 سنة، اللي عندهم مشاكل صحية، فهؤلاء في الوقت الحالي هم المشمولون بالجرعة الثالثة. لم نسجل أي إصابة بالمتحور الجديد، رغم أنه أمر ممكن جدا ووارد، انتشر تقريبا 100 دولة خلال أيام وأسابيع قليلة منذ بداية تسجيل أواخر شهر نوفمبر، يعني شهر 11، فأمر متوقع أن ينتشر، خصوصا أنه وصل إلى دول مجاورة للعراق.